ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. بصوا بقى دلوقتي يعتبر اول فيديو نسيب بقى كل الفيديوهات دي حاجه واللي جاي ده حاجه تانية خالص. بقى لينا وطبعا احنا اول سحور لينا هنا بدوني فوق نايمه، فقلت ان انا بقى عليا انا بقى اللي هعمل السحور، يعني انا اللي عليا اللي اعمل. انا كل مره افاجئها. تفاجئي سلفتك؟ فاجئك سلفتي، خليكم فاجئين الكلام ده. المهم دلوقتي بقى ان انا هبدا اعمل سحور. المهم قبل ما تكملوا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناه، يعني انا عايزه اوصل فجاه كده الاقي 100,000 والاقي قناه ثانيه مليون والاقي بقى حاجات جميله منكم. يلا بينا. ماشي دلوقتي انا جبت رومي لانشو وبسطرمه، شويه رومي قلت هعمل بيها برده حاجه ثانيه، والبيف وجبنه مثلثات غير كمان الباقي بقى البريشر وبطاطس. بصوا دي طاسه قديمه كده لقيتها هنا، بس كانت نضيفه ومحسوبه. بصوا بما اني بقى ما يعني نسيت ان انا اجيب القطع وكده، فهضطر ان انا اقطع هنا على الطبق. لا استنى ارجع اعملها لك انا. لا استنى اجرب والله لا اجرب. ايوه كده. لا العكس العكس العكس. ايوه كده. كده؟ مش كده مش كده. لا لا لا. ايه؟ اصبر اصبر. معلش صغيرت السمنة لان انا لقيت التانية مش عارف افتحها، والشكل دي كمان مش عارف افتحها. عرفت، قولولي عايش.
دلوقتي يا جماعة لسه دنيا واصلة كانت نايمة تمام، لسه دنيا نايمة فلسه واصلة اهي، لسه شكلها هتنام تاني ويبقى لسه ما غسلتش الاكل بسببي، بسبب ان انا اللي بصورها الموضوع صعب شوية. لا اياك تصورني تاني. صعب شوية صح يا كوكو؟ تاني يا مستعملك كا 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 فعون انا يا عم اسكت فعونك انت انت ايه اصلا؟ انا اللي بصور البيت عندنا. انت بتعمل ايه برضه مش فاهم؟ بصور. طب ماشي جربت انت بقى، بص لي بس كده، جربت انت تشيل الوان وتروق وتصور وتطبخ؟ جربت ليه يا ست ناس مهيبه؟ هلا اكشن. عايز اني مخلل؟ عايز ده. وده مخلل؟ لا حلويات. يا جماعه كلهم بيشتموني عشان بقالي ساعه بصور وفي الاخر ما عملناش.